تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية، بأجواء ديمقراطية ودعما للديمقراطية وتجسيد لهذه الكلمة والمفردة. اليوم متواجدين بقيادة الدفاع الجوي لتغطية المؤتمر الأول بعد انقطاع طويل عن الساحة الرياضية لنادي الدفاع الجوي. للحديث أكثر عن هذه الأجواء وعن هذا النادي العريق ننتقل إلى الفريق معن زيد قائد الدفاع الجوي. حياك الله سيادة الفريق. سلام. اليوم أجواء ديمقراطية وانتخابات المؤتمر الأول لانعقاد المؤتمر بأجواء انتخابية إيجابية، شو راح تكون يعني طريقة التعامل مع النادي بعد انقطاع طويل؟ وتعرف الكل يعرف يعني نادي الدفاع الجوي من الأندية العريقة اللي كانت مثل الرياضة العراقية خير تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي الدفاع الجوي شكل عام 1994، وبعد 2003 حلت القيادة وحل النادي. شكلت القيادة عام 2012، قبل عام تقريبا أنا استلمت القيادة، فكرنا بأنه نعيد نادي الدفاع الجوي للوجود، لأن نادي عريق مثل ما قلت وعنده نشاطاته الرياضية الواسعة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. فلهذا بلورت فكرة أنه نعيد تشكيل النادي، وفعلا شكل نادي الدفاع الجوي وشكلت الفرق وشكلت الهيئة الإدارية والهيئة العامة، واستحصلنا كل الموافقات الرسمية من وزارة الدفاع ووزارة الشباب، ومشكورين كان هناك دعم من معالي وزير الدفاع المحترم السيد رئيس أركان الجيش، وأيضا معالي وزير الشباب المحترم. واليوم أنتم تشاهدون هذا المؤتمر الأول لانتخاب الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي، وإن شاء الله احنا نتوقع في الأيام القادمة نادي الدفاع الجوي الحقيقي يشهد تطور وتقدم كبير في جميع مجالات الرياضة. سيادة الفريق، احنا نعرف بأنه قيادة الدفاع الجوي شكلت عام 2012، يعني هذه المسافة من 2012 واليوم احنا مقبلين على 2022، يعني بجهود استثنائية تحسب لك أكيد. هذه الفترة ليش ما تم التخطيط وعودة هذا النادي إلى الألق والواجهة الرياضية؟ حقيقة القيادة تدري شكلت وعيد تشكيلها ابتداء من الصفر، فلهذا كانت الاهتمامات منصبة على الجوانب العملياتية والقتالية أكثر، ولكن احنا يعني خلال هذا العام بدينا أن نهتم في جميع المجالات، يعني ليست العملياتية فقط. تمينا بالجانب التدريبي وجانب القتالي ورفع البنى التحتية وجانب الإداري وجانب الفني للقيادة، وما نسينا الجانب الرياضي. يمكن أقول هنا كان نسيان أو تأخير في الجانب الرياضي، ولكن هو جانب مهم وركن أساسي في قيادة الدفاع الجوي. أولا لرفع قدراتنا الرياضية كقيادة، بالنقطة الثانية أنه إحنا نادي عريق وعده إمكانيات وعده قدرات أن يرفد الأجواء الرياضية في العراق بفرق رياضية تقدم أداء عالي المستوى على المستوى المحلي والإقليمي إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، واكيد هاي الخطوه تحسب لك، وان شاء الله نشوف نادي الدفاع الجوي بألقة وداخل الفعاليات الرياضيه بكل مسميات. شكرا جزيلا. ممنون. ممنون. بارك الله. نعم، للحديث اكثر عن مجريات الانتخابات والقانون الذي سوف تجرى عليه الانتخابات ننتقل الان الى مشرف اللجنه الاستاذ الدكتور نجم عبد المطشر. على اي قانون راح تعتمدون انتخابات الدفاع الجوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة كريمة من الأخوان في الهيئة التأسيسية لنادي الدفاع الجوي جئنا للإشراف على الانتخابات للهيئة الإدارية حسب قانون 18 وتعديلاته 37، يعني فقرة 37 لسنة 88. حقيقة سعيدين جدا بتواجدنا لهذا اليوم. تعرف حضرتك أنه الأندية المؤسساتية الآن يعني احنا كوزارة الشباب كاتحادات تعمنا السعادة عندما يكون نادي مؤسساتي يؤسس إلى من جديد. نادي الدفاع الجوي كان من الأندية المميزة جدا، كان رقم صعب في الدوري العراقي ولكافة المسابقات. عودته في هذا اليوم وبجهود كبيرة من الأخ قائد الدفاع الجوي والإخوان وزير الدفاع
هي خطوة باتجاه رفض المنتخبات والأندية بالخامات للمنتخبات الوطنية. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يوم حافل بالإنجاز. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. نعم مشاهدينا الكرام، بعد قليل سوف تنطلق انتخابات المؤتمر الأول لنادي الدفاع الجوي. نترك لكم الصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالسيد الفريق الركن معا زيد السعدي قائد الدفاع الجوي في مؤتمرنا هذا. كذلك نرحب بالسيد ممثل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي السيد سمير الفيلي. كذلك نرحب بالسيد ممثل وزير الشباب والرياضة المحترم. ونرحب بالدكتور هردا رؤوف عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية. ونرحب بالسادة ممثلي الاتحادات الرياضية العراقية المختلفة المحترمون. كذلك نرحب بالسادة أعضاء الهيئة العامة لنادي الدفاع الجوي المحترمون. السيدات والسادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم لحضوركم المؤتمر الانتخابي الأول لنادي الدفاع الجوي. خير ما نستهل به مؤتمرنا هذا هو تلاوة آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ أزهر جواد كاظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم دم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. لمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لتربة العراق العظيم، نقف إجلالا وإكراما لقراءة سورة الفاتحة المباركة. والآن أترك الميكروفون إلى لجنة الانتخابات لإدارة العملية الانتخابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق الركن معا زيد إبراهيم قائد الدفاع الجوي، السيد نائب قائد الدفاع الجوي، السادة المدراء، أعضاء الهيئة العامة، الحضور المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نقيم المؤتمر الانتخابي الأول لنادي الدفاع الجوي، فليتفضل السيد أمين سر الهيئة المؤقتة لقراءة التقرير الإداري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالضيوف الكرام لحضورهم المؤتمر الانتخابي الأول لنادي الدفاع الجوي الرياضي. أهم الإنجازات اللي حققناها بالجانب الإداري للنادي هي تهيئة اجتماعات عدد 2 للنادي، 2 قبول الهيئة العامة للنادي، 3 إكمال جميع السجلات الإدارية للنادي بالإضافة إلى ختم النادي لغرض المخاطبات الرسمية لوزارة الدفاع ولوزارة الشباب، إكمال موقع النادي، وحاليا يعني تم مفاتحة المراجع لغرض الكشف. هاي كل الأمور اللي إدارية اللي حققناها خلال هالفترة هاي التأسيسية تم إرسالها وفتح إضبارة في دائرة التربية والبنى الرياضية قسم الأندية الرياضية في وزارة الشباب. هاي الإنجازات الأربعة البسيطة للفترة التأسيسية خلال الاجتماعات عدد 2 اللي حققناها للنادي، وشكرا جزيلا. على التقرير الإداري ورفع اليد. شكرا جزيلا. تم التصويت. التقرير مالي ما في تقرير. يتفضل السيد رئيس الهيئة التأسيسية بحل الهيئة الإدارية لبدء الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعرفكم بنفسي، أنا الفريق الركن معا زيد إبراهيم علوان السعدي قائد الدفاع الجوي، وأعلن حل الهيئة التأسيسية للنادي للبدء في المؤتمر الأول للانتخابات. شكرا. طبعا الفكره حتى احكي لكم فد موجز بسيط، يمكن القياده مشكله من سنه 2012، ولحد الان ما مشكل نادي الدفاع الجوي، رغم هو نادي عريق وإلى جذوره ومعروف على المستوى الرياضي قبل 2003، ولكن احنا بجهود الخيرين من منتسبي القياده ومن قبل وزاره الشباب ومن قبل الناس الخيرة اللي حاضرة في هذا المؤتمر واللي شرفونا بحضورهم، كان لهم دور كبير في أنه إحنا نبدي ببناء البنية الأولى لتأسيس نادي الدفاع الجوي، هذا النادي العريق اللي كان يرفد النوادي والفرق والأندية الأخرى بناس ذوي كفاءة وقدرة بدنية عالية وفي جميع الألعاب، ولهذا فكرنا بأنه نعيد تأسيس النادي، وفعلا الله وفقنا وحصلت كل الموافقات وبدينا بتشكيل نادي الدفاع الجوي، وبدينا بهاي المرحلة، واليوم أنتم دا تشوفون أنه إحنا حضرنا لهذا المؤتمر حتى نقوم بعملية ديمقراطية انتخابية لغرض انتخاب هيئة إدارية. أعلن نفسي للترشيح والقرار يومكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.
الاستاذ عمار عبد الهادي. الاخوان التعريف يكون مختصر، الاسم والشهاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني اللواء عمار عبد الهادي محمد، مدير مديرية مقاومة الطائرات، العمر 51 سنة، التحصيل الدراسي بكالوريوس علوم عسكرية بكالوريوس قانون. أرغب بالترشيح للهيئة الإدارية نادي الدفاع الجوي. شكرا. السيد علي جبازن. السلام عليكم. اللواء علي جبار سهم، قائد قاطع دفاع الجوي الاول، خريج كليه القوه الجويه بكالوريوس علوم طيران عسكري، زاد بكالوريوس اداره اعمال. العمر 53، حاليا قائد قاطع دفاع الجوي الاول. ارغب بالترشيح لنادي القوه الجويه الهيئه الاداريه. شكرا جزيلا. السيد مهدي ريحان. العميد مهدي ريحان محصل، عميد معهد الدفاع الجوي، بكالوريوس علوم عسكريه، العمر 52 سنه. ارغب الترشيح للهيئه الاداريه لنادي الدفاع الجوي الرياضي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السيد باسم رحيم. السلام عليكم. العميد باسم رحيم وحيد، بكالوريوس علوم عسكريه، خريج الكليه العسكريه الاولى الدوره 68، مدير قسم الحاسبات نادي الدفاع، قياده الدفاع الجوي. ارغب بالترشيح الى الهيئه الاداريه لنادي الدفاع الجوي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السيد حكمه جواد. السلام عليكم. حكمه جواد سلمان، بكالوريوس اداب بغداد، بطل العراق والعرب، مدير المنتخبات الوطنية، مدير المركز الوطني للموهبة الرياضية وزارة الشباب والرياضة. أرغب بالترشيح لإدارة الدفاع الجوي. شكرا. شكرا جزيلا. السيد قاهر حمزة. السلام عليكم. إني العقيد قاهر حمزة نوار، ضابط ركن فني لقيادة الدفاع الجوي، خريج الكلية العسكرية الأولى، العمر 45 سنة. أرغب بترشيحي لنادي الدفاع الجوي. شكرا جزيلا. السيد علي محمد. السلام عليكم. مقدم طبابة علي محمد دحام، عامل مستوصف الطبي قيادة الدفاع الجوي، العمر 38 سنة، بكالوريوس هندسه وراثيه وزراعة نسيجي، دبلوم علوم عسكريه. ارغب ترشيح الهيئه الاداريه نادي الدفاع الجوي. شكرا. شكرا جزيلا. الست شيماء نجيب. المرشحه شيماء نجيب عبد الرسول، العمر 40 سنه، بكالوريوس قانون. شكرا. شكرا جزيلا. السيد وليد محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني وليد محمود عباس، ضابط ركن الميرة، لواء صواريخ أرض الجو الثاني، قاطع الدفاع الجوي الثاني. أرغب بالترشيح إلى نادي، أرغب بالترشيح إلى الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي. شكرا. إخواني، هل هناك اعتراض على أي أحد من المرشحين؟ تفضل. السلام عليكم اخوان الهيئه العامه نادي الدفاع الجوي الرياضي. نبذه مختصره عن ورقه النافع. راح تجيكم ورقه، كل شخص داعس تجيكم ورقه فيها 10 مرشحين، يحق لك تنتخب واحد، يحق لك تعوفه فارغه، ويحق لك تنتخبهم كلهم. هاي الورقه راح تتوزع عليكم واحد واحد، اذا اسمه توضع بس على مصاحب هاي ورا بعض. اي عضو ترغب بترشيحه لقياده النادي تنشر علي اللي يكون عندكم ثقه. اربع اعتراض على الكواتب. هي الخمسه على مو سوري. اكو اعتراض شباب عليها؟ مكان تصويت، وين مكان تصويت؟ شو لا لا لا، اللي يكتبون وين المكان؟ هناك؟ هناك؟ خلي يصيرون ثلاثه ثلاثه.
ثلاثة ثلاثة. اوكي تفضل استاذ. ثلاثة ثلاثة. سجلت هذا؟ اخوان بغض النظر عن لا تعرفون الاسماء، راح نبيع فقط الاسماء. الاستاذ مع الزين. نعم. تصويت. الاستاذ عمار عبد الهادي. ثلاثة بس. الاستاذ باسم رحيم. استاذ احمد عودي. استاذ ظافر. اسماعيل مشد. شكرا جيسون. زاهر احمد. حامد جار الله. استاذ علي جبار. سام. استاذ كريم. كريم اسماعيل. استاذ ماجد حميد. استاذ حافظ غريب. جاسم علي. سيد نجاح جار الله. عفو خير الله. سيد هزير عباس. هزير عباس نجيب. سيد الشاب احمد. سيد رياض ابراهيم. سيد عباس عبد الحسن. سيد صباح احمد. سيد احمد ناصر. سيد عبود فرحان. سيد علي عطشان لازم. سيد محمد بن جيد. محمد بن جيد جاسم. محمد جاسم بن محمد جاسم. السيد محمد صبيح.
سيد حق اسماعيل. مجهور. سيد حيدر سامر. سيد سائر الهام. سيد عقيل محام. سيد خليل محمود. خليل محمود موجود. خليل سيد حميد حسين. السيد مأمون عدل. السيد محمد حسين. سيد رافد ابراهيم. سيد احمد سالم. سيد والله عمر. السيد وليد محمود. السيد محمد أحمد. السيد علي سعيد. سيد فراس كريم. سيد كرار ياسر. سيد حيدر جواد. سيد أمير باسم. نور عبد الكريم. محمد صبيح جاسم. يونس سلمان. أحمد عبد الحسن. إيه هشام. أمير أحمد حمود. أمير أحمد حمود. أخوان أخو أحمد على اسمه بالليل عامة. شباب اخو احمد على اسمه. شكرا.
السيادة القانوني تأخذ المثنى على المدانة اي اسم عندي اقول نعلك شغله 20 صار شيء مش قاعد ال 22 44 لحظه 44 44 82 52 ظهر على 52 اثنين اي اسم الذي اقول نعم ممنون معن زي عمار عبد الهادي نعم علي جبار نعم مهدي ريحان نعم باسم رحيم نعم حكمة جوال نعم علي محمد نعم شيماء مجيد نعم وليد محمود نعم مش قدر هذا كله معن نعم مهدي نعم مهدي مو عبد الله طاهر نعم علي محمد نعم شيماء مجيد نعم
وليد محمود. نعم. معن. نعم. عمار. نعم. نعم. طاهر. نعم. وليد. نعم. معن. نعم. باسم. نعم. معن. نعم. عمار. نعم. كيماء. نعم. معن. نعم. عمار. نعم. يلا يا عمار كمل. طلع عمار. علي جبار. نعم. مهدي. نعم. حكمت. نعم. علي محمد. نعم. شيماء. نعم. وليد. نعم. عمار. نعم. معن. نعم. عمار. نعم. علي جبار. نعم. مهدي. نعم. باسم. نعم. حكمت. نعم. قاهر. نعم. علي. علي محمد. نعم. احسن. وليد. نعم. وانا الاعزاء عندنا 44 استماره والله الاعزاء انتبه شويه عندنا 44 استماره حصلت على تصويت كامل حصلت على تصويت كامل 44 استماره لذلك كل اسم سيضاف له 44 استاذ راح اعلن لك النتائج واكتب لي اياها بالمحضر محضر يمك؟ وين المحضر يمك استاذ؟ اكتب لي بس النتائج عدد الأصوات مع نجلة ها؟ لا 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 هاي كلها نجلة الأهل النصار نعم حضور الأهل العامة 55 حضور 52 أخوان طبعا النصاب الكامل 57 المصوتين 52 إذن النصاب مكتمل طبعاً أيوة حصل 26 أو 27 صوت هو فاز لذلك كل فاز كل فاز نعم واحد خمسة مكتوب سيد عمار عبد الهادي 50 نعم السيد علي جبار 47 نعم السيد مهدي ريحان 48 نعم السيد باسم محيد 47 السيد قاهر حمزة 47 السيد علي محمد 48 السيد شيماء مجيد 48 السيد وليد محمود 49 مبروك للإدارية وانا الأعزاء نبارك له الإدارية أخوتنا على أصدر هذا النساء خليه يمك بالمحضر هذا سنة بالمحضر هذا بالمحضر استاذ عالين النصاب يا مجال استاذ تعطي لي محاضر كملتوا لي اياهم؟ كمل بس ثلاث اريد بس يلا كمل الاخوه الهيئه العامه شكرا لحضوركم فقط الهيئه الاداريه فازت تبقى بتراجع الانتخابات وذلك لتوزيع المناصب بس الهيئه الاداريه الامام نشكر حضوركم بارك الله فيكم
ثلاثية مناصب محمد يوم تكون بلا شو وين الوالد عدد الظهور عدد الكبارك القادمين أنا قلنا عدد الحضور 57 والنصاب 57 قلنا يعني راح قلنا ولو ما قلتوا لا السيدة القانونية قلنا عن النصاب ولا قلنا اعلنتوا عليه؟ من انت راح تصرف يا باشا حتى عدد الاسماء احسن الأخوة الفائزين بالصف الأمامي بدون تحايل الأخوة الرائعين حقا فان
معك بالغرفة. إخواني الأعزاء، الآن سيتم استمرار توزيع المناصب التصويت الآن. الرئيس صوت العين والزحمة، النائب ومن السرور من المال. قبل الصوت على الاستمارة، من يرشح الرئاسة فايدة رئاسة النادي؟ رفع النادي بالإجماع. الرئيس الآن أمين السر، من يرشح على أمين السر؟ أستاذ مهدي أمانة السر. أكو اعتراض على الأستاذ مهدي، تنزلونا بحق الأمين السر أستاذ مهدي. الأمين المائي من يرشح اسمك بلا زحمة. أكو اعتراض على السيد باسم، نزلونا في حق الأمين المالي أمين أستاذ باسم. شكرا جزيلا. الان صوره جماعيه الاخوه، صوره جماعيه. وين اللجنه المشرفه على الاستاذ؟ قدم هاللي قدام قدم الجزيره. لا يتقدم يوقف. بالختام مشاهدينا، رجعنا وياكم جديد داخل في نادي الدفاع الجوي بعد التصويت بالاجماع من قبل الهيئه العامه. تم التصويت على اعضاء الهيئه الاداريه اللي راح تقود النادي لاربع سنوات مقبلة. أجواء انتخابية مفعمة بالديمقراطية والسلاسة، من خلال تم التصويت على الرئيس ونائب الرئيس والأمين المالي